عزيز الطالب، انت فين؟ ولد يا لهوي يا انا. وانت هنا ازاي؟ عامل ايه؟ تعال، ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ وايه الكتب دي كلها؟ تمام، ما انت برضو ما حدش يدخل علم العلوم في الزمن اللي احنا فيه ده. ما تخافش، خلاص هنختم اخر حاجه، هات بس معاك الكتب دي كلها، دعامه وحركه وهرمونات. لا دول خلصوا، تكاثر خلص برضه، معسكر ما خلصناه، المعسكر الاول. ندخل بقى على المناعه والبيولوجيا، هات كتاب المناعه خلصت. والله بجد بص، احنا في النهايه البيولوجيا، الدي ان ايه والار ان ايه، النهايه بجد. هو صحيح في ورشه على البيولوجيا، وفي معسكر تاني على المناعه والبيولوجيا، وفي مراجعات نهائيه، بس دي اخر حاجه في المنهج، اوعدك. ف اجمد كده وشد حيلك وانشف، عشان احنا ننشف معاك ونشد حيلنا مع بعض ان شاء الله خير. يلا بينا، يلا بينا على الدي ان ايه. الختام، وباذن الله يكون مسك الختام، البيولوجيا الجزيئيه، 5 دروس، 3 دروس دي ان ايه، درس ار ان ايه وتخليق البروتين هو الدرس المنتظر، ثم التطبيق على كل هذه المعلومات هو درس الهندسه الوراثيه، مقسمين على كورسين ومجمعين في كورس يسمى البيولوجيا الجزيئيه، الدي ان ايه لوحده، الار ان ايه وورشه البيولوجيا كلها، ثم كورس في الدي ان ايه والار ان ايه والورشه. ويبقى كده خلصنا المنهج بفضل الله، وان شاء الله ان شاء الله كل حاجه تبقى مظبوطه. هنحل من كتابنا كتاب الجوهري، وهنحل من كتاب الامتحان، وفي المراجعات النهائيه ان شاء الله ندخل كتاب تاني وتالت، ونحل كميه اكبر مع امتحانات شامله مع مراجعات جزئيه. ولكن خلينا دلوقتي في البيولوجيا الجزيئيه. اوعدك انت هتستمتع وتختم المنهج ختام كويس ان شاء الله. الكورس هيبدا من يوم الخميس 2 مارس، هتلاقي فيه محاضره تنزل على اليوتيوب. المحاضره ديت زي السكيما بتاعه المناعه، هنعمل سكيما للبيولوجيا بحيث ان انت تبقى فاهم العناوين من اولها لاخرها، وعارف هنتكلم عن ايه في الشابتر دوت. بعد كده هتلاقي على المنصه الدرس الاول كاملا مشروحا، وبالاضافه كمان للمذاكره زي ما احنا متعودين. وبعد كده ان شاء الله يوم الاثنين نكمل الواجب وحل الاسئله التطبيقيه وحل كتاب الامتحان والامتحان على الدرس وهكذا، ونخلص ان شاء الله في بدايه شهر ابريل، وبعد كده المعسكر الثاني والمراجعات النهائيه. اشوفكم على خير ومنتظركم ان شاء الله. السلام عليكم.